أين أمر الحسن الثاني أن يعود البصري والمديوري حافيي القدمين إلى القصر؟ كان معروفاً عن الحسن الثاني أن غضبه شديد ويثير رعب من يحيطون به، حتى أن الفقيه الراحل بين بين قال يوماً: إذا كان الملك غاضباً ويالله من غضبته، نعوذ بالله، يجب الابتعاد عنه، لأنه لا يتكلم حينها إلا بالإشارة. ويحكي بعض الذين عاشوا إلى جانب الملك الراحل أن الحسن الثاني غضب غضبا شديدا من كل من وزير الداخلية إدريس البصري ومحمد المديوري رئيس الأمن الخاص للملك. حدثت القصة بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، حين وقع ارتباك أثناء مغادرة المسجد عقب نهاية درس من الدروس الحسنية، وكان لابد أن ينزل الحسن الثاني عقوبته على المسؤولين، فأمر الملك أن يعود البصري والمديوري إلى القصر حافيي القدمين لينصاع الرجلان اللذان كان يثيران الرعب في قلوب المغاربة، ويعودان إلى القصر الملكي حافيي القدمين.